يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: وجدت كتابا يباع في المكتبات وسماه، يقول وقد قرر فيه مؤلفه، ايش اسمه؟ الإلمام في شرح نواقض الإسلام. نعم. وقد قرر فيه مؤلفه أن العذر بالجهل عام في كل مكفر، وأن المشرك الذي يعبد غير الله إذا كان ممن ينتسب للإسلام وينطق بالشهادة. هذا إرجاء، هذا قرأناه، أدركنا أنه كتاب إرجاء، وهو خلاف النواقض التي ذكرها شيخ الإسلام، وبزعمه يشرح وهو يرد على الشيخ، يرد على الشيخ. لا، هذا الكتاب يجب أن يصادر ولا يغتر به. نعم.